برنامج يوم سعيد مع الزميل ضياء. مرحبا سي الحبيب، تحياتي لك ولكل المستمعين للاذاعه الوطنيه اليوم. اهلا وسهلا ضياء، مرحبا بك. كيف الحال سي الحبيب؟ شنو الاحوال؟ الحمد لله يعيشك. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل، ونصبح عليك زادة. دونك اليوم باش نحكيوا على نزل البحيره. نعم، نزل البحيره هو اشهر الفنادق اللي تاسست في السبعينات. اللي ما يعرفش نزل البحيره هو الهرم المقلوب اللي تقال عليه من النادي في فيلم فردة ولقات أختها، البنية غلط بدأ من فوقه هذاك. نعم. النزل هذاك يتكون من 10 طوابق، فيها 416 غرفة. تعرف النزل هذاك أنا حضرت فيه معناها كواليس أيام قرطاج المسرحية، يعني كانت تنتظم هناك، وضيوف والمسرحيين والسينمائيين اللي كانوا يجيوا في الثمانينات. كان عنده إشعاع كبير، وكان عنده قيمة رمزية للتونسي بحكم أنه قبل ما كانش عن المعمار في تونس برشا. كي تدخل من المدخل الجنوبي من تونس ولا من أي بلاصة باش تدخل لتونس العاصمة، تعرف روحك وصلت لتونس كي تشوف البنية، لأنه الهندسة بتاعه جميلة يعني مميزة، وزيد وجوده في وسط العاصمة، يعني زيد وجوده بجنب عمارة الوطن، شارع أول شارع محمد الخامس. دونك هو قيمة رمزية، قيمة فريدة، سيرتو أنه كان ثورة في النمط المعماري في الوقت ذاك، وقت تونس في السبعينات. معناتها البنية في الكيما هكاكا كانت ما حاجة تعز علينا برشا. قدش عنده مغلق اليوم؟ باش نعرفوا برشا حاجات، علاش وقتاش وقداش عنده كل شيء، معناتها إن شاء الله ناخذوا الإجابة الصحيحة. دونك قبل هذا أنا مشيت البارح، دخلت للفندق هذاك، تحدثت مع قبلها تحدثت مع بعض المواطنين في محيط الفندق هذاك. دونك نسمعوا ونرجعوا. والله كنت قعدت فيه برشا مرات. قعدت فيه شنو؟ كان صار في مشاكل برشا، تخلط برشا، موتيل نظيف برشا، نظيفه من داخله، نظيف ديريك صح. صار في برشا مشاكل، معناتها زعما سكر على المشاكل. على المشاكل اخر مره تقريبا نروح لاخرى تحت فيها سكر. في هذا خير من 2011 هكيك، ولا خير في الشرقوف ولا حلوه. شراوه الليبيه حبوا يطيحوا، الدوله ما حبتش على اساس قالوا معناها اثار تراث ولا داخل في التراث. تراث هذا التطيح لا شنو حكيت له كذا؟ مسكر من قبل الثوره، ما عنديش حتى فكره عليه. يعني شكون قبل الثوره؟ تحكي 2011 معناتها 2010 قبل مسكر، ما نعرف شكون يعني المالك نتاعو، شكون ولا خربه هكا فهمت، سرقوها حتى الرخام نتاعو الدخلين. عندك فكره عليه؟ فهمتني، ويباتوا فيه المتشردين، تحفه معماريه محلاها في الموقع ذاك، لازم يتعاود، يبقى كيما هو جوست يزينوا فيه، يزينوا فيه ويعاودوه ترميمه. قديم ياسر هو. دونك كيف كنا نسمع بعض المواطنين تختلف الاراء بحكم انه المبنى مهجور عنده مده. دونك برشا حكايات باش تتقال عليه. كيف انا تحدد لوجت عليه، بحثت عليه في الانترنت، لقيت البي بي سي تحدثت عليه سنه 2019، استعانت بمهندس معماري اسمه محمد زروقي، هو تونسي، عمل له مقاله علميه او مقاله من اهل الاختصاص في موقع اسمه مرمى بوانتي ان، موجود منه نسخه المقال هذايا. سي محمد زروقي اتصلنا به، زدنا سالناه على الفندق هذايا، نسمعوه مع بعضنا. مشروع هذايا تولد من نية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة باش يعطي صورة جديدة لتونس. وقتها كان تعرف على المهندس المعماري نتاعو، هو السيد هذا اسمه رافائيلي كونتيجاني، هو مهندس ايطالي، كانت عنده طاولات وجولات شوية هكا في تونس، عمل كيلكو زوتيل معناتها كيما الاوتيل سندباد نتاع حمامات. والرئيس السابق عجبته الفكرة نتاع الهرم المقلوب. الارشيتكت رافائيلي كونتيجاني هذا كانت عنده اون ماكيت نتاع ان بروجي عمله في زغرب في كرواتيا، عجبته الفكره وقالوا له كان نجم نبلوروها هذه في مشروع نتاع اوتيل. المهندس المعماري كيفاش كان يفسر المشروع نتاعو؟ قال كان عنده حلمه اللي هو يعمل ان اربع سويت ولا شجره فيها دار. للرئيس السابق عجبته، قالوا كان نجم تبلور لي الفكره هذه في مشروع هندسي معتبر ينجم يعطي صوره جديده للبلاد. على باز هو سيتي بريفي باش يكون الاوتيل موجه لشيره اللاك، ما كان مش يكون موجه شيره لافنيو حبيب بورقيبه. وقت الرئيس كي تحط المشروع كانت فساد برانسيبال تعطي على البحيره. من بعد الرئيس قال باش يعطي اهميه لافنيو نتاع لافنيو اللي هي باش تحمل اسمه لافنيو حبيب بورقيبه، قال ماذا بيا لو كان ندوروه ونحطوه فاس لافنيو حبيب بورقيبه. هذا جوست بوغ لانيكدوت معناتها، فهمت؟ كانت فما شويه صعوبات من الاول على خاطر
خاطر بحكم الهيكل اللي يقوم عليه الوتيل هذايا هو هيكل حديدي بيغمان. وقتها في الوقت هذاك في ليزاني 60 ما كانش عندنا المعرفه التقنيه باش نجمو نبنيو مشاريع كيما هكا. دونك الاركيتكت بيدو يقول اللي عمل استشاره نتاع 15 شركه بيان سور شركات مقاولات خارجيه وبنيتو اون انتربريز شركه من النمسا. كانت عنده حياه تري ريش معناتها الحق الوتيل هذايا كان عنده معناتها اشعاع داخلي وخارجي معناتها برشا عباد في تونس عنده اون كاركتيرستيك ايدنتيتير معناتها قبل كنا كي ندخلوا لتونس وماشيين فيك الفيادوك نتاع شارع المغرب العربي نعرفوا روحنا وصلنا لتونس كي نشوفوا لوتيل دو لاك. صاروا فيه معناتها ديزيفينمون كبار برشا مثلا جيمس براون والتروب نتاعو جاو غنيوا فيه المخرج المعروف جورج لوكاس اللي عمل حرب النجوم ستار وورز كيفاش يقولوا استوحى منه برشا حوايج كان منبهر به وبرشا معناتها من الناس تعجبوا به. دونك سي الحبيب اللي قاعد يتابعنا توا في الفيسبوك ينجم يشوف الفيديو نتاع جولتنا البارح في داخل الفندق هذاك الحط معناتها برشا تكسير خراب معناتها نقولوا ضياء هو الوتيل هذا تونسي كان لكن بيع لمستثمر ليبي اعتقد وربما هو عنده حاجه في تفكيره باش ينجز شيء اخر الله اعلم. دونك انت تحكي من ثقافه الظن او ثقافه المعلومه؟ والله ما نعرفش انا لانه هو المستثمر المستثمر يفكر في الربح قبل كل شيء. اوكي احنا نحبوا نعرف الدوله معناتها كيفاش شنو هي ولكن الدوله عليها ان تدافع على هذا المكان او هذا النزل المتاكل القديم المتداعي وما تخليش يهرب من يديها معناها كهو سي رحيم اللي خسرنا الموضوع حوارنا سي دونك هو المعلومات اللي جمعتها الى حد الان معلومات ومؤكده معناتها دونك وزاره السياحه اغلقت الفندق هذا سنه 2008 بحكم انه ما عادش مطابق للمواصفات باش ينجم يستقبل السياح. من بعد صار قرار هدم في خرج قرار هدم من عند الرئيس السابق زين العابدين بن علي لكن تباع في 2009 قرار الهدم في 2010 تباع المستثمر ثم تعاود تباع مره اخرى في سنه 2013 الشركه اللي شريته هي شركه راس المال الاكثر فيها هي ليبيه تونسيه وعندها بعض الفنادق ايضا في تونس اللي هو المستثمر حاليا. دونك تحدثوا برشا في الايام اللي فاتوا على الفندق هذايا هو ربما باش يخليه كما هو ويبنيه اللي بجنبه احنا باش نعرفوا اليوم اللي جاب اللي يبنيه المحيط اللي بجنب الفندق هذاك لكن يبقى معناتها الهيكل المعماري نتاعو هو يبقى موجود هذا نحبوا نعرفوه اليوم ولا سعيد جدا اني بجنب المندوب الجهوي للسياحه في تونس الشماليه سي انس بوخريس وزاره السياحه هي اللي سكرت الفندق هذايا دونك وزاره السياحه هي الترقي اختارناها باش تجاوبنا ان شاء الله. سي انس صباح النور سيدي شنحوالي؟ صباح الخير سي الحبيب صباح الخير مرحبا بك الكرام اهلا وسهلا. كنت نسمع بعض المواطنين وكنت سمعت زاد خبير مهندس تحدثوا على الفندق هذايا نحبوا نعرفوا اليوم علاش وقتاش علاش سكر ساعه وقتاش سكر كيفاش كيفاش باش يكون نهار اخر دونك ماذا بينا سي انس كان جاوبنا على الهيكل هذاك قبل كل شيء باش يبقى ولا باش يتاح؟ بارك الله فيك سي ديال. شوف هو ما حتى بينفي انه هل المعلم هذايا معلم يرمز الى الحداثه في الوقت اللي تبنى فيه الحداثه اللي تونس معناتها حبت تكون بها في السبعينات في الوقت هذاك في السبعينات. دونك هو رمز من رموز تونس وخدم برشا معناتها السياحة وصار فيه عدة مهرجانات معناتها صاروا فيه وسكنوا فيه برشا نجوم عالمية كانت تجي لتونس. دونك المعلم هذايا معلم عزيز علينا الكل. نعم تبقينا من 2008 وقت ولا ما عادش يلبي رغبات السائح أو الزائر هذايا وقع غلقوا من طرف ديوان السياحة على اساس غلقوا باش يقع ترميمه ومن بعد اعاده الفتح نتاعو تبقينا وقع التفويت فيه بعد ذلك وخرجوا فيه قرارات هدم كما قال سي ضياء. دونك المعلم هذايا من بعد قعد معناتها ما عادش فما حتى احاطه به او اونترتيان توا مده 13 سنه وهو معناتها في حاله يرثى لها. دونك عدم الاهتمام به ادى الى التداعي نتاعو من جميع النواحي خاصه وانه كيف هو خلط للعمر الافتراضي نتاعو، العمر الافتراضي نتاعو 50 سنه وتوا يمشي في 54 سنه ديجا فات. دونك ولا اصل حتى الاستركتور ما هي عليه
ولات مثل اختر ما يحملش ما عادش يحمل حتى شيء السوس كلاه قدر هو ميتاليك السوس كلاه دونك ما عادش باش ينجم يواجه حتى الحاجات الطبيعية ولكن سي أنس ربما البداية متاعه الركائز الساس متاعه ما كانش على قاعدة صحيحة عليه فما وطلة تعيش لا على قاعدة صحيحة على قاعدة صحيحة ما وقتي ما فماش كونترتيان متاع هذية وتقعد برشا ومع هو عنده عمر معين ما ينجمش معناتها كل حاجة عنده عمر معين والعمر متاعها يزيد ينقص إذا كان ما يقعش الاهتمام بها أي سيد حبيب تريفي لحديد وفي مباني وفي قاوي وفي كبير ثم في عطر التيار ديما الصيانة ديما الصيانة أي دونك الصيانة ولا هذه الكلمة اللي لوج عليها هي الصيانة دونك سوى بالنسبة للمالكين الجدد للنزل هذايا دونك هما وباتفاق مع جميع الأطراف راهو ماهوش بوحدهم بعد أخذوا ردوا وسنوات توا هما يشوفوا أنه هو الأجدر باش ينجم يكون هو اتفقوا على أنه المحافظة على الشكل يقع المحافظة على الشكل أما باش يقع تفكيك الستركتور اللي موجودة ومن بعد إعادتها في شكل هرمي مقلوب ويكون فيه معناتها ويكون رونتابل أكثر من اللي هو عليه خاطر حتى على الشكل هذا يقعد خلينا نزيد نعاود هذه معلومه راهي حصريه فقط معناتها باش دونك المحافظه على الشكل باش يتحافظوا على الشكل اي المحافظه على الشكل اما مش المحافظه على الستركتور معناتها باش يقعد تفكيك النزل هذايا واعاده بنائه بطريقه يكون فيها رونتابل اما مع المحافظه مع الشكل الهرمي المقلوب عندكش فكره وقتاش ان شاء الله ان شاء الله وقت يتوفى الدراسات تكمل ويكمل حتى المشروع بيدو يولي معناتها معناتها باش يقع الاعلان عليه حتى من بعد انه هاو المثال نتاع النزل هذيك باش يتعمل اتفاق انه باش تحافظوا على الشكل نتاعو باش يتم هدم الحديد هذاك وتعاودوا تبنيه كيف هو بالضبط هو ولا كيف هو او يكون فيه عده مرافق من مبنى اداري ومبنى فندق باش يكون فيه فندق زاد كيف يسترجع الهويه نتاعو وفيه مبنى تجاري ومسبح ضخم زاد على فوق السطح نتاعو يمكن باش يكون من اكبر المسابح في افريقيا سي انا عملوا فيه بربي اقترح عليهم مكتبة كذلك ايش بي علاش لا مكتبة تبيع الكتب هو مدام فما ترفيه من جملة الترفيه ينجم يكون بياسور ان اسباس معناتها دو لكتور المطالعة قاعدة اجتماعات جدا كبيرة كبيرة ياسر أكبر من اللي هو موجود تويكا معناتها نجم توصل 3000 4000 شخص واللي احنا في تونس كعاصمة في ماذا بينا على القاعات هذه لخطر تونس هي وجهة لسياحة المؤتمرات دونك حاجات من نوع هذه تخلي زادة كيف نستقبل عدة مؤتمرات كبيرة وعالمية تولي تجير تونس أببري بش يكون فيه 17-18 طابق هو حاليا 10 طوابق أكبر من اللي موجود هنا بش يحافظ على اسمه الاسم ما زلت لا ما عنديش معلومه ما نتصور يحافظ على الاسم نتصور يحافظ اي دونك هذوما افريقيا نزل البحيره نعم نزل البحيره نزل البحيره باش بطريقه زاد كيف في العصر كما هو بين انه في السبعينات كانت نقطه حداثه بالنسبه لتونس وقوه حتى في الوقت هذا بعد 54 سنه ولا حتى 55 سنه انه باش يكون بنفس نقطة الحداثة وبنفس الرونتابيليتي اللي باش يمكن المشروع هذايا من العيش لاحقا دونك باش نلخصوا بعض برشا معطيات حصرية عطاهم لنا سي أنس بوخريس مندوب الجهة للسياحة الشمالية دونك المبنى هذاك باش يتعاود باش يتنحى وتعاود واحد كيفه بالضبط باش التفكيك الموجود وإعادة بناء بطريقة حديثة أما بنفس الشكل وباش تكون فيه زاده معناتها مسبح قلت فوق مسبح ضخم صح نتاع الفندق ان شاء الله باش يكون معناتها فيه منتجعات معناتها باش يكون قاعه اجتماعات كبرى وباش يكون معناتها فيه 17 طابق 17 طابق
اوكي وان شاء الله سي انس نعملوا قهوه فيه ان شاء الله نشرب قهوه يعني زعما سي انس بالحقشين زعما اللي عطلنا باش تو نفرحوا احنا كيما كي بتصافوا من خير هو تو وقت يتم الاتفاق خاطر الاتفاق كان في الهدم وتفكيكه او لا هذه فما ناس كانت مع المحافظ عليه كما هو وفما ناس مع انه يقع هدمه بناء عماره اخرى او كما نقولوا مبنى اخر ضخم والكل هنا وقع الاشكال وطولت الحكايه توا كي تفهموا على انه اللي تقع المحافظه على المبنى بالشكل الهرمي المقلوب هنا لمت جميع الاطراف دونك يقعد ديما الايقونه نتاع المبنى هذايا وفي نفس الشيء يكون مربح للشركه نعم شكرا اذا ضياء شكرا يعطيك الصحه على هذه الجوله وان شاء الله المشروع يتنفذ قريبا ويكون في حله جميله شكرا زملائي حمزه الصفار في الاخراج الفني في التنسيق حميد الورغي في الاذاعه المرئيه فاروق الزارعي بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي في الفقرات حسام الدين الهمامي وقبل لحظات كان معايا ضياء الدين الكريفي في الإعداد رانيا بوتوريا غدوة السبت مع نبيل عبيد ألتقيكم غدوة الثلاثاء مع نبيل عبيد وأعود إليكم يوم الأربعاء يوم الخميس نبيلة من جديد أعود إليكم من جديد يوم الجمعة ويوم السبت نبيلة ألتقيكم إذن يوم الاثنين كذلك ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام نبيلة ثلاثة أيام حبيب إشغام شكرا لكم وإلى اللقاء.